لاحظنا على كل هنا تناقض كبير في المؤتمر، على كل تناقض كبير بين الرواية الرسمية وبين التناول العام الذي نراه في شاشات الإعلام وما تتحدث عنه كذلك الجهات اللي تعبر بشكل أو آخر عن هذه القوى المتظاهرة، وخاصة الجهات اللي ممكن أقول لها صلة بالمؤسسات الطبية والجهات الطبية التي تعلن على كل أرقام معينة في هذا الاتجاه. وبالتالي لاحظنا على كل هنالك نوع من التباين، بمعنى حتى هذه اللحظة قوات الشرطة وفي مؤتمرها مثلا لم تحاول أن تعزز لنا ولو بصورة معينة أن هنالك مثلا والله حالات قتل حصلت في هذه المظاهرات وقوات الشرطة مدونة عند هذه المسألة، بينما نجد هذه المسألة مضخمة في الجانب الخارجي. وهنا تأتي على كل مسألة إلى أي مدى يمكن فعلا أن تكون هنالك جهات حقوقية أو جهات على كل في ظل الأجواء الموجودة تستطيع تظهر للناس الحقيقة.